أنا تعلمت إلي 40 سنة يعني بمهنة المشاتل بالضبط، و15 سنة مزارع أشجار مثمرة. احنا كنا نزرع يعني أعداد كبيرة، أنا كنت أزرع أشتال بالملايين، يعني أزود الأردن وخارج الأردن للخليج يعني يطلع. وآخر يعني طاحوني وقفت بسنة 76، لأنه سحبوا سلطة المياه، سحبوا المية. فالآن لما راحت المي وصار المنع وصار سحب المي سلطة المياه وأثروا على المزارعين، يعني صرنا إحنا ننتج، إنتاجنا رجع 70% رجوع. المزارعين احتجوا وقالوا لهم الحكومة ما فيش لكم إلا أنه تأخذوا تعويض، وقالوا الشفة أولى من الزراعة. يعني كانت البلد تبعنا الكتة أوسع أراضي، أكبر أراضي في محافظة جرش أراضي الكتة. لهالسبب سحب المي وضعف المي وضعف الشتاء والأمور اللي صارت حول الزراعة باعت الناس أراضيها. يعني الدلم اللي كان يسوى 20,000 و30,000 مروي باعوه الآن ب2000 ليرة. في عنا احنا بالأردن في ناس متنفذة لهم مزارع كبيرة، 5,000 دلم و10,000 و2000 دلم، في عندهم آبار مزارع، هم ممنوع حدا يفوت. يعني شوف المزرعة ممنوع القانون، أصلا في قانون اسمه ممنوع القانون يحاسبهم، هذا القانون اللي أعلى من القانون. فالمواطن الضعيف اللي لا حول ولا قوة له، هذا دائما هذا هو اللي تحت الهواية، يعني اللي ماكلها دائما. يعني واحد عنده حافر له عمق 15 متر، يعني جورة خلينا نقول أو بير، يعني على عمق 15 متر بتيجي الأمن والحماية تبع السلطة وبكتبوا بيه للمحافظ، بقول لك بدك تطمه هذا. طبعا ما عايش عيلة منه، يعني اللي عنده 3-4 دلوم عايش على هاي الشغلة. يعني مثل وحدة الإكروكوز بيد المريض، يعني إن شلنا هالوحدة مات المريض. يعني لا راتب ولا تقاعد ولا وظيفة، إلا أنا عايش على هالثلاث دولمات وعلى هالميات، وأفراد العيلة 16 نفر، ودرست جامعيين، وما شاء الله الوضع جيد جدا، ويا ريت كل أردني يشتغل زي هيك لكانت الموازنة عندنا كفت الأردن وزادت. لأنه أنا من الدولة ولا بحياتي 60 سنة ما أخذت من الدولة دينار، بالرغم منها هي بتأخذ مني ضرائب وغير الأمور الضريبية. لو في خطة يعني عند السلطة وعند الحكومة، يعني بدهم يدعموا المزارع، يعطوا كل مزارع مبلغ اللي يسوي له خزان يخزن مية الشتاء فيها.